جميل. الفترة الأخيرة صرت أميل للباركيه. أيوة. الأرضيات الخشب اللي يكون فيها نقوش اللي فيها تحس بدفء بالمكان أكثر صراحة. أنا زيك، أنا حب يمكن جو الباركيه لأنه فعلا بيعطي جو شتوي. جو شتوي. أيوة حب أن هذا جو إيش؟ شتوي. مع نظرة للفوق. مع نظرة ما أعرف. المهم حيكون معانا اليوم إيدي. في أسئلة كثير، كيف نختار باركيه؟ لأنه الباركيه دائما عليه لغط. كيفك يا إيدي؟ شو أخباركم اليوم؟ تمام. لا يعني إيدي فعلا أنا لما أجي أقول باركيه في دول الخليج يقولوا لا حر.